بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، افتتح سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مركز مملكة البحرين النموذجي الصحي في جمهورية مصر العربية. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مواقف جلالته النبيلة وتوجيهات جلالته الكريمة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية التي تسهم في دعم الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، مشيدا بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على دعمه ورعايته وتشجيعه للعمل العربي المشترك وتسهيل كافة الإمكانات من أجل تحقيق هذا المشروع الإنساني المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. كما أشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية في تنفيذ هذه التوجيهات السامية من قبل الحكومة الموقرة بقيادة سمو رئيس الوزراء ومؤازرة سمو ولي العهد. وقال سموه بأن هذه المشاريع تعكس عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مثمنا سموه جهود جميع الأجهزة الرسمية والأهلية المصرية ومد جسور المحبة والإخاء بين شعب مصر الشقيق وشعب البحرين. من جانبه تقدم سعادة الدكتور مصطفى السيد بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، مشيدا بالدعم الكبير الذي حظيت به المؤسسة الخيرية الملكية من قبل الحكومة الموقرة، مثمنا جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم المشاريع الإنسانية والتنمية المستدامة. من جهته ثمن سعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية بتوجيهات جلالة الملك المفدى في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم الإنسان وما يوليه جلالته من اهتمام ورعاية بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج البحرين، كما ثمن دعم الحكومة الموقرة للعمل الخيري والإغاثي وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء في تقديم هذا العمل الخيري والإنساني للدول الصديقة والشقيقة. اليد الممدودة نحو العطاء لا بد وأن تجود بفعلها الحسن، والعقل الحكيم دائما ما يسابق ليسطر مواقف نبيلة بما يولي عليه الواجب الإنساني. توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية والصديقة ما هي إلا تأكيدا على القناعة الراسخة في فكر جلالته لدعم وتشجيع العمل العربي المشترك لنشهد تحقيق مشروع آخر ينضم إلى سلسلة المشاريع المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وهو افتتاح المؤسسة الخيرية الملكية برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لمركز مملكة البحرين النموذجي الصحي. أنا سعيد جداً أن أشارك بافتتاح هالمركز بين أهالي المنطقة الطيبين في جو احتفالي رائع في غاية التقدير والمحبة منهم. أشكر كل من ساهم، طبعا على رأسنا جلالة الملك. نشكر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، لأن عن طريق بيت الزكاة قمنا ببناء المشروع، فيوم جميل في تاريخ بحرين، يوم جميل تاريخ مصر. بصراحة أنا زرت المركز في كل ركن منه حسب بالتفصيل شنو يمكن يقدم في الرعاية الصحية الأولية. وجدنا بعض الغرف المعنية بالتثقيف الصحي، وجدنا بعض الغرف اللي هي بالتنظيم الأسري، عيادات، صيدلية. المركز يحتوي على رعاية أو إسعافات أولية كذلك المرضى اللي موجودين في هذا المكان النائي عن المدينة الرئيسية. المركز فيه تطعيمات، أنا بهرت بصراحة بالتطعيمات وتنظيمها وحفظها ومراقبة الناس وتوزيعها، كذلك المنازل عند الحاجة لها.
افتتاح هذه الوحدة الصحية النموذجية في محافظة البحيرة على أرض مساحتها 1000 متر مربع يعمل على مدار الساعة، ويتكون المركز من طابق أرضي وطابق أول يقدم مختلف الخدمات الطبية من أمراض النساء والرعاية الصحية وعلاج الأسنان، بالإضافة إلى العمل على إضافة عيادة متخصصة في المركز لعلاج الرمد وإجراء عمليات إعادة البصر، كما يضم صيدلية وغرف للكشف والعلاج، بالإضافة إلى المرافق الرئيسية الأخرى للمركز. الوحدة الصحية بتقدم خدمة ل 30,000 مواطن من المنطقة، وده مش أول تعاون بين البحرين وبين مصر، ودايما إن شاء الله بنأمل في تعاون أكبر وأعظم في مجالات أخرى وعديدة كتير، وهو ده اللي موجود على الأرض بين البلدين دايما وفي كافة المجالات. شيء جميل، وهو قبل ما يبقى معاملات بين جهات شبه رسمية أو جهات رسمية هي محبة بين الشعوب، وبيعبر عنها هذه الجهات. الوحدة دي متكلفة حوالي 5.2 مليون جنيه. الأرض هي الأرض المصرية، احنا النهاردة هنسلمها لطاقم تشغيل مدرب كوف هيبتدي يقدم الخدمة. احنا كنا بنشغلنا بقالنا شهر تجريبي، لكن النهاردة هيبتدي العمل فيها بشكل رسمي. مبادرة ملكية يدعمها موقف البحرين تجاه العديد من القضايا والمجالات المتنوعة، تأتي نتاجا للعلاقة الأخوية الشقيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، والإيمان العميق في ترسيخ هذه العلاقة في مشاريع تنموية خيرية بين البلدين الشقيقين. مواقف الخير والإنسانية لا تعرف الحدود، وجميل أن يتكلل كل ذلك في وحدة طبية متكاملة، لنشهد بكل فخر واعتزاز افتتاح وحدة طب الأسرة ببلقطر الشرقية لتخدم 28 قرية في هذه المحافظة. من محافظة البحيرة بجمهورية مصر العربية، إيمان شرف، تلفزيون البحرين.